البنات سلام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ انا كيما وعدتكم فاش كنت درت سحب لون شعري قلت لكم كل مره غنبغي ندير شي خلطه للعنايه بالشعر، غنوريها لكم. فاليوم غنوريكم كيفاش ممكن تصايبوا مايو هير اللي كيكون هو عباره عن مايونيز خاص بالشعر، ماشي مايونيز اللي كنشريو كناكلوه مع الفريت او هذا. اتونسيون، راه كيكون فيه مواد حافظه، كيكون فيه ملح، كيكون فيه بزار، كيكون فيه شي حاجات اللي ما غاديش تلق لكم ديروا لشعركم. دونك دائما مايو هير بوحديتو ماشي هو المايونيز اللي كناكلو. اوكي، المايونيز الخاص بالشعر بوحديتو كيكون مصوب من زيوت طبيعيه، هذا بما انه ماكشي ديما كنلقاه في المغرب، هذاك لانه منتج امريكي، واخا دخل المغرب دخل يعني ماشي الاصلي كنلقاو ديما. فغنوريكم كيفاش تصاوبو في الدار بطريقه طبيعيه، وطبعا كيبقى لكم الاختيار انكم تستغناو على الوايبينغ او الكريم فريش او لا قشطه طريه. اوكي، دونك انما هي كتعطي داك القوام المناسب اللي كنحتاجوه. اوكي، هنا شنو عندي؟ عندي الوايبينغ او لا كريم فريش، عندي عسل، عندي زيت كوكونات اويل، زيت اليازير اللي صوبنا، زيت الفلفل والثوم اللي صوبنا. هنا انا هاد الزيوت كامله خديت منهم شويه 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 هنا باش صفيتهم هكذا. دائما كنحتفظ بهم بنفس الطريقه، مغلفين مزيان بالجورنان او مراحيتهم غير حتى نصور. اوكي، كنخليهم هكا مغلفين في بلاصه مظلمه. وراه سبق لي وريتكم انواع كثيره من الزيوت، ان شاء الله غنوريكم بزاف الانواع اخرى. وما تنساوش تغطيوهم مزيان وتخليوهم بلاصه مظلمه، وفي ما غتحتاجوهم في هاد الوصفات اللي غنعطيكم غتبداو تاخذوا الكميه اللي بغيتو. دونك انا راه وريتكم كيفاش تصوبوا الزيوت، ودابا غنبداو نستعملوهم في وصفات اللي ممكن نحتاجوها في العنايه بالشعر، وخصوصا يعني بلا ما تحتاج ديري لا بروتين لا كيراتين لا والو. اوكي، ديروا غير داكشي وصفه طبيعيه وغيبان لكم الفرق. انا غنحتاجوا بيضه كامله، وغنحتاجوا الخلاط طبعا كنزرب باش ما نطولش عليكم هاد الفيديوهات. وغنحتاجوا هادوك الزيوت اللي خدينا، غنخليهم اخر حاجه. غناخذ القياس ديال كريم شانتي، كريم شانتي او ماي جاد، كريم فريش فريش اللي انا محتاجه طبعا. هاد الكميه اللي غنصوب وغنشوف شحال غتعطينا، ونقول لكم ديك الساعه طريقه الاحتفاظ راه ساهله، غير هي ما تكثروش لان غتحتاجوا ديروها غير مره حتى جوج في الاسبوع، يعني ماكسيموم ثلاثه المرات الا كنتو بحال هكا تقدروا ديروها. ف ما تكثروش الكميه باش ما تفسدش لكم. زيوت اخر حاجه، غنحتاج واحد المعلقه ديال العسل. دائما العسل نوعيه جيده اللي كتكون كنستعملوها في البشره ولا في الشعر ولا هذا، اصلا حتى في الاكل خاصكم تستعملوا نوعيه جيده. اوكي، هنا غناخذ واحد ثلاثه المعالق حتى ربعه ديال العسل. العسل رائع رائع بزاف البنات للشعر. وطبعا معلقه بلاستيك اولا ملعقه خشب، ما كنديروش ما كنديروش ملاعق ديال المعدن اولا الحديد. اوكي، لا لي ضياع. اوكي، مابقاش نلعب مع ديك المعلقه صغيره. اوكي، سو سوري لانني كنصور بالتليفون وشاده في نفس الوقت هذا العجز باش ما نجيبش تريبي. صافي، دابا شنو غنجي ندير؟ شوفوا، وجدت كاع المعالق اللي عندي ديال البلاستيك وديال الخشب باش ما نضطرش انني نستعمل، لان غنحتاج نهز كل حاجه بوحديتها. هنا غنجي غندور بشويه الو. انا دابا شنو غندير؟ غنجي غنبدا في نفس الوقت كنطغب، في نفس الوقت كنضيف هاد الزيوت هادي بحال فاش كنطلعوا لا مايونيز العاديه ديال اللي كنصوبوا ديال الماكله. اوكي، حاجه اخرى هنايا اللي بغيتو تضيفوا واحد نص افوكا اولا حتى بنان الا عندكم داك اللي كيكون طيب وما كنبقاوش نبغيو ناكلوه، فممكن تضيفوه هنا. فوالا، كتاخذوا الكميه اللي غتستعملوا، هانتوما شوفوا القوام ديالها، وكتابليكيوها على الشعر كامل، وانتوما كتماصيو بحال كديروا ليساج اولا شي حاجه، وكتجمعوا شعركم ماشي تلويوه، غير كتقادوه وتلفوه بالبلاستيك وكتخليوه. هنا كل واحد على حسب الكميه ديال الشعر، زعما شحال من اللي غتاخذ ليه على حسب طول الشعر والكثافه ديالو. فانا غناخذ هذا القياس، هذا هو اللي غادي نديرو، والاخر غنخليه في بواطه اولا قنينه ديال الزاج، وغادي نخليه في الثلاجه ما نفوتش فيه صراحه، ما يتعداش 3 ايام اولا هكا، ويعني ديروا بحسب ديال النهار تصايبوه، نهار ديروه نهار لا،
او لا نهار ديروه ويومين تريحوا شعركم وتعاودوا عاوتاني ديروه. دائما هاد الماسكات وهاد الكريمات كيداروا على شعر نقي، ماشي شعر يكون مسخ وتحط تفق منه هاد الشير، ما غاديش يستافد، لان ديجا خاصك تكوني مديره واحد سكراب او محيده داك الجلد ميت او داك الاوساخ والرواسب باش كيتغذى مزيان الشعر من هاد العناصر اللي كتضيفي ليه، ماشي ديري فوق الشعر مسخ، خاصو ضروري يكون نقي. ثاني حاجه هنا فاش نكونوا دايرين شي حاجه بحال هكذا دائما كنقول لكم غسلوا شعركم غير بالماء ماكسيموم، الا درتوا شعركم شامبوان ديروا مره حتى لجوج، او الا حاولتوا انكم تتفاداو الشامبوان داك النهار والكونديشنر او الماسك او دوك المواد اللي ديال الشامبوان الكريمات اللي كيداروا الشعر ولا ابخي شامبوان ولا هذا، لان كيكون فيهم سيليكون كيكون فيهم شي مواد اللي كيخسروا داك الماسك اللي انت درتي طبيعي وتجي تهرسي في الاخر بشامبوان يكون فيه بزاف المواد اللي ما ضاره للشعر. فحاولوا انكم ما امكن نهار تكونوا دايرين بحال هكا الوصفه الطبيعيه حاولوا تغسلوا شعركم غير خفيف بالماء بالماء مزيان وشامبوان كوش واحد، ويفضل تشري دائما الشامبوانات اللي كيكونوا فيهم حتى شي مواد راكم عارفين راه ولاو كيتباعوا في كاع تقريبا الانواع دابا كاع الماركات فيهم هذوك الشامبوان اللي ما كيكون فيه والو، فحاولوا تديروهم. هنا كيف كتشوفوا الماسك هانتوما القوام ديالو كيتابليكا كما قلت لكم على الشعر كامل، ما تخافوش منه، تخليوه من ساعتين حتى ثلاثة وتغسلوه كما قلت لكم. ممكن تطبقي هذه العملية هذه جوج حتى ثلاثة المرات في الأسبوع، ودائما الكمية صوبيها بالقياس كما قلت لكم. إلا بغيتو تضيفوا أفوكا تضيفوا أي نوع زيوت كديروا لشعركم، عندكم ألوفيرا ضيفوها، أنا ما بغيتش نكثر لأن بزاف الناس كيقول لك حنا ما عندناش هاد العناصر كاملة. أنا الماسك أو الوصفة كنعطيها لكم وانتوما كيبقى لكم اختيار ديروا أي نوع زيوت كيوافق الشعر ديالكم او لا متوفر عندكم. ما بغيتيش ديري لا كريم فريش فعادي غديري البيض غديري معاه العسل وغطلعيه بدوك الزيوت بحال كما كنديروا المايونيز، غير هو هذا ما بدري فيه فيه لا 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 بزار لا ملح لا حتى شي حاجه اللي غتخسر لينا يعني الوصفه، فهمتوا؟ يعني داك القضيه اللي كديروا ديال المايونيز ممكن تضيفوا ياغورت الا بغيتوا تزيدوا تكثروا ان الوصفه تكون قويه اكثر وتكون يعني مغذيه اكثر، فضيفوا ياغورت ضيفوا بنانه ضيفوا افوكا اي حاجه بحال هكا كتفيد الشعر كتغذيه وكتقويه وكترجع ليه الحيويه ويكون هيلثي وخفيف وصحي وطبيعي كيبان يعني عند فيه واحد الحيويه ممكن تضيفوا راه ما غاديش تضركم. اوكي دائما كيبقى لكم اختيار ديروا اللي عندكم. ها نتوما شوفوا القوام ديالو لا كريم فريش، علاش؟ هي اللي كتعطي ديك الفوليوم وفيها واحد نسبه الدهون زوينه مفيده للشعر. صراحه كنت سمعت هاد الوصفه شحال هادي وكل مره كنقول غنصيبها غنصيبها، وداروا فيها القشده الطريه وبقيت كنتعكز وهي عندي في الثلاجه ونقول علاش اليوم ما نديرهاش، واخا ما كنديرو غير بالبيض وهذا قلت علاش ما نديرهاش نجربها به يعني بالكريم فريش. مي تقدوش تستغنيو على كما قلت لكم. يلا البنات هادشي اللي كاين، عندكم شي تساؤل خليو لي كومنت، ما تنساوش لايك وسبسكرايب، و الا بغيتو نصايب لكم شي زيوت كما قلت لكم خاصه، لان انا دابا الايامات متكونسونطري على الزيوت لان باغا نصايب كاع انواع الزيوت الطبيعيه، ما بقيتش نشريهم من برا لان ما كتعرفيش شنو فيهم وماشي ديما كتلقايهم. ف كتبوا لي شنو الزيوت اللي تقدو تبغيو نصاوبوهم مع بعضياتنا لاننا غنحتاجوهم بزاف بزاف بزاف. يلا باي البنات.